صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله قرار رقم 27 لسنة 2018 بنقل مدير في وزارة الداخلية. ونصت المادة الأولى من القرار على أنه ينقل السيد صلاح محمد شهاب مدير إدارة المعلومات والمتابعة بالمحافظة الجنوبية ليكون مديرا لإدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية.